والنادي الأهلي قبل بطولة السوبر هيتعاملوا إزاي خلال الفترة اللي جاية؟ اكتر واحد اكتر مدرب مضغوط في الاربعه اللي موجودين هو كولر. كولر ها، وانت من يوم خساره السوبر جماهير الاهلي عامله ايه؟ متضايقين طبعا، مش طايقه نفسيها طبعا. ازاي نخسر يعني اسهل بطوله بالنسبه لهم، وعلى الكلام اللي كان بيحصل وعلى الاعلام اللي هو قاعد يغرر بيهم، وتلاته واربعه والزمالك ما يروحش والزمالك مش عارف ايه، فكل الكلام دوت جمهور الاهلي مش هيستحمل تاني ان هو يخسر السوبر. فهو لو ما كسبش السوبر هيبقى على طول، ده ممكن ما يكملش ماتش العين. اي حد لا، ماتش العين بعدها باربع ايام. وايه يعني عادي؟ لا، هيبقى صعبه. مين ما بص، مش هيبقى فيه، لان الناس اللي مش هو هنا في القاهره، شوف جماهير الاهلي تروح تعمل فيه ايه؟ خلي بالك، ما انت لو خسرت السوبر ده نقطة فارقة في تاريخه، اذا كان هيبقى موجود ولا لا. فانا بقول لك اهو من دلوقتي، لو حصل حاجة هيمسكوا سامي قمصان ماتش العين. طيب، هو يعني كان بيفكر ان هو يغير طريقة اللعب وان يستعين ببعض ويغير التشكيل. هل لو غير طريقة اللعب واضاف بعض العناصر في التشكيل ممكن يغير من اداء النادي الاهلي؟ ممكن يبقى النادي الاهلي يقدر يفوز على سيراميكا وبعد كده يفوز على اي فريق بقى بعد كده في النهائي، سواء بيراميدز او الزمالك، ويحصل بطولة السوبر. هو بص، مشكلته انت حتى لو غير طريقة اللعب مش هيلعب قفشة. طريقة اللعب دي عشان تتغير لازم يبدأ بقفشة، لان قفشة ده هو الوحيد اللي بيعمل له شكل جمالي وايجابي في الملعب. ما قفشة نزل في السوبر الافريقي، معلش بس نزل امتى؟ ما عملش حاجة. طب ما نزل في كاس مصر وعمل، ونزل في ماتش سيراميكا وعمل، ماشي، ونزل في ماتش طبيعي ان يعمل. لا يا حبيبي، انت لان هو ورقه رابحه. لا، انا العب من البدايه، في فرق لما انزل وانا فرقتي مش شايفه. ممكن يكون عنده هو كمدرب عنده رؤيه ان هو بيخليه على الدكه، ما عندوش رؤيه فنيه خالص. اسمع اللي انا بقول لك عليه، هو بيحب وبيكره. هو فتره بيرسيتاو كان مكسر الدنيا، قعد ليه؟ حسين الشحات في فتره من الفترات اول ما جه في ماتش ريال مدريد لو تفتكر، كان حسين نجم المباراه وقعده فتره. فهو واحمد عبد القادر، الامثله كتير. قفشه لما كان بيلعب وماشي كويس وقعد، واخد بالك؟ لا، فهو بالنسبه للتكتيك الفني هو ما عندوش. تمام. جوميز الناحيه الثانيه، جوميز مش فارق معاه. تعرف ليه؟ خد بطولة، واخد بالك؟ وهو رايح بمعنويات عالية، خسرت البطولة عادي، محدش هيحاسبني. ليه؟ لأن أنا خدت بطولة، فعمل رصيد. إنما كولر هو المضغوط، أكتر واحد مضغوط هو. تمام. يوروشيتش برضه مش مضغوط. مش مضغوط؟ لا خالص. البطولة مقامة في الإمارات. ثم كانت مقامة قبل كده في الإمارات، وكان أحسن من كده أيام اللي هو كان البرتغالي اللي مشي ده، اسمه إيه؟ كان مين البرتغالي؟ اللي هو مشي، اللي كان باتشيكو. باتشيكو، واخد بالك؟ وكان التيم أحسن من كده وكان ماشي كويس قوي، ورغم كده وكان مع عبد الله السعيد ورمضان والرجالة وخسر. طيب، آخر سؤال، رتب يعني خلصنا؟ لي. آه طبعا. لا والله. رتب لي يعني الفرق الاربعه الاقرب للفوز ببطوله السوبر. احنا قلنا في اتنين ما شفناهمش. ماشي، رتبهم. انا من وجهه نظري، انا اتمنى لا، ماليش دعوه بالتمنيات. ما انا بقول لك اهو، يا بيراميدز يا سيراميكا. لا، قول لي مين. بس لو في عداله تحكيميه. لا، قول لي النسب، يعني وزع النسب. لو في عدالة تحكيمية؟ لا، العدالة التحكيمية موجودة لأن حكام مصريين، لكن أنا بكلمك موقوف إن هم مصريين. ماشي، يعني النسب كام؟ وزع حالي على الأربع فرق. بيراميدز كام في المية؟ 60%. 60%، دي نسبة كبيرة قوي. طيب، ناقص لك الاهلي الزمالك
سيراميكا، وهم بقى يخرجوا مع بعض اللي هيقابل بيراميدز يعني وزع لي ال 40%. لا لا مش هوزع ال 40، مش هوزع، لا وزعهم لي ورتبهم 15 15 10. الاهلي الزمالك نسبهم متساويه؟ لا 15 15 الزمالك سيراميكا الاهلي 10. الزمالك سيراميكا وبعدين الاهلي 10. سيراميكا اعلى من الاهلي؟ الاهلي مضغوط جدا، انا بقول لك كلام وانا عارف الكلام دوت كويس قوي. ايوه ماشي، الضغط ده ممكن يبقى دافع وممكن ما يبقاش دافع، واخد بالك؟ بس انا مش عارف، عندي احساس ان بيراميدز لو في عداله تحكيميه هياخدها، مش عارف. العداله التحكيميه موجوده يا كابتن رضا، نمبر 1 لاعب من الاهلي تتوقع تألقه في السوبر، وسام ابو علي، حسين الشحات، امام عاشور، وسام. لاعب من الزمالك تتوقع تألقه في السوبر، عبد الله السعيد، زيزو، ناصر ماهر. ناصر ماهر. لاعب من بيراميدز تتوقع تألقه في السوبر، عبد الرحمن مجدي، ميلي، وصدي الجوله. عبد الرحمن مجدي. لاعب من سيراميكا كليوباترا تتوقع تألقه في السوبر، احمد قندوسي، بالحاج، ايبوكا. قندوسي. الافضل لقياده هجوم الزمالك في السوبر، الجزيري، ناصر منسي، عمر فرج. ناصر منسي طبعا. ناصر منسي طبعا. الافضل لحراسه مرمى. انا بضحك مش عشان تريقه عليه ولا الكلام ده، لا انا مقتنع بناصر منسي عن الجزيري. تمام. الافضل لقياده لحراسه مرمى الاهلي في السوبر، الشناوي، شوبير، حمزه علاء. طبعا انا عارف شوبير. الاجابه قول يا كابتن. ماشي. من سيتأهل لنهائي السوبر في المباراة الأولى، الزمالك ولا بيراميدز؟ أنا قلت بيراميدز. تمام. من سيتأهل جمهور الزمالك ما يزعلش، أنا بتكلم على ده وجهة نظر بالنسبة لي أنا. تمام أنت حر. من سيتأهل لنهائي السوبر في المباراة الثانية، الأهلي ولا سيراميكا كليوباترا؟ سيراميكا. سيراميكا كليوباترا. ما احنا قلنا الكلام ده، هاجي أغير دلوقتي. تمام ماشي، لا براحتك. ماشي. كابتن رضا عبد العال نورتنا وشرفتنا، ودايما تنورنا وشرفتنا حبيبي. اسلام. وبشكرك طبعا على يعني مداخلتك مع ده عسل. عبد الرحمن ده عسل، ده لازم يبقى هنا وان شاء الله. اه والله لازم نقعد كده عشان نتخانق انا وهو مع بعض ونشد. هنعمل حلقه مع حضرتك ومعاه باذن الله. باذن الله. لكن بشكرك لان ده